شكرنا وتقديرنا كذلك لمشرف التربية الرياضية وللمعلمين معلمي التربية الرياضية القائمين على هذه البطولة وللمعلمين المشاركين في هذه البطولة. حقيقة لمن لا يعرف، منظم هذا اللقاء هو حبيب الكل الأستاذ علي باعارمة. أنا بقول لأبو نزار دعني أتوقف مع إشراقات مضيئة في مسيرتك المهنية، وحقاً والله إنها لتخلد بأحرف من ذهب لتروي لنا قصة الإنجاز بإيجاز، دقة متناهية وعمل دؤوب، حرص لا مثيل له لإدخال السرور على الأحياء واستعادة الذكرى لمن مضوا، نسأل الله لهم الجنة والحبور. ترحيباً بمن جانا أستاذنا خالد وسادة الحضور، وسادة الحضور أخواناً وخلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعداء هذه الليلة، هذه الليلة المباركة في البرنامج الذي أقيم في مدرسة البلد الأمين وبكة للموهوبين، البرنامج الذي كان ختام للبطولة، بطولة التنس وبطولة الطائرة، وبمشاركة حقيقة يعني أسعدتنا من قبل المعلمين ومن قبل قادة المدارس اللي حضروا ما شاء الله تبارك الله وتفاعلوا مع هذا البرنامج. الشكر والتقدير للزملاء المشرفين التربويين الذين أشرفوا على هذه البطولة، الشكر والتقدير كذلك للذين حضروا اليوم وهم قيادات تعليمية وقيادات مجتمعية في مكة المكرمة، منهم أستاذنا القدير وخبيرنا الرياضي الأستاذ عبد الوهاب صبان، والأستاذ أحمد فلمبان، والأستاذ فريد سنان، وخالد سيف الدين، ودكتور خالد دعدع، وجمع كبير حقيقة وغفير من الرياضيين ومن المهتمين بالرياضة في مكة المكرمة. نتطلع دائما أنه تكون مكة على الدوام في الطليعة، مكة أولاً بإذن الله بدعم من خادم الحرمين الشريفين، بدعم من ولي العهد، بدعم من وزارة التعليم ممثلة في إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، من خلال أعتبرها
القائد المجدد لتعليم مكة المكرمة الأستاذ محمد مهدي الحارثي ومساعديه الفاضلين الدكتور فهد الزهراني والأستاذ محمد المدخلي وجميع القيادات. نتطلع بإذن الله أن تكون هذه البطولات وخاصة البطولات الخاصة بالمعلمين أن تستمر بإذن الله في المستقبل. وجزيل الشكر لكم على هذه الاستضافة ونلقاكم على خير بإذن الله. الرحيم معكم المشرف التربوي علي أحمد بعارمة، مشرف التربية البدنية بتعليم مكة المكرمة مكتب الغرب. طبعا البطولة هذه بطولة المعلمين لأول مرة تقام في مكة المكرمة لمعلمين المدارس، هي بطولة ترفيهية وتنشيط للمعلمين، لمعلمين المواد بالأصح. وسبق الحمد لله العام الماضي عملنا بطولة لكرة القدم ونجحت 100% بشهادة سعادة مدير التعليم. والحمد لله كرة الطائرة السنة وتنس الطاولة نجحت بشهادة الجميع، والحمد لله كان حفل مميز وتكريم مميز. وأصريت إني أسوي الحفل السنة هذه بمناسبة قرب ترجلي على العمل خدمة في التعليم 35 سنة، أترجل بها بهذا الحفل المبارك والحفل الجميل. وربنا إن شاء الله يوفقنا ويوفق الجميع وبقية الزملاء مشرفين التربية الرياضية، إن شاء الله يمشوا على نفس المنوال وعلى نفس الطريقة، وأدعو لهم التوفيق ونتمنى لهم حياة سعيدة وربنا يوفقنا في حياتنا القادمة بعد التقاعد. شكرا لقناة بازيدان تغطيتها للحفل المبارك، شكرا لجميع من ساهم معنا من المحلات التجارية ومن زملاء مدرسين التربية البدنية ومن المشرفين التربية البدنية بحضورهم وتتويجهم معنا في هذا الحفل المبارك. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.